السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب، بلا ما ننساو خوتنا اللي في الغربه. I have spoken about Saeb Ben Rama. His name has been circulated, as have many other players really. I neither say yes we want him or no we don't, and that's where I still am. I have said when his name has come up that he's a very good quality football player, that we know. But how close that makes him to joining us remains very much to be seen. كما سمعتوا خوتي، هذا تصريح المدرب نادي كريستال بالاس روي هودسون اللي يتكلم على قضية سعيد بن رحمة. الفيديو اللي عملنا له الترجمة تاعو وسمعتوا الترجمة، نعاودوا نذكركم واش قال في المؤتمر الصحفي بالأمس على سعيد بن رحمة. روي هودسون كان صريح، لقد تكلمت من قبل حول سعيد بن رحمة لاعب نادي برنتفورد، اسمه كان مرتبط بالفريق مع عدة لاعبين آخرين، وكمل الحديث تاعو وتابع الحديث تاعو، لا يمكنني التصريح إذ نريده أو لا. عندما طرأ اسمه من قبل قلت أنه لاعب كرة قدم رائع وذو جودة، لكن علينا النظر حول قيمته المالية الكبيرة. هذا كلام مدرب كريستال بالاس. ما معنى هذا؟ معنى أنهم يفكروا في اللاعب صحيح، داخل ضمن مخططاتهم صحيح، تبقى بكل المشكل العائق الوحيد هو القيمة المالية المرتفعة حسب كلام المدرب. ما جبتش حاجة من عندنا ولا اجتهدنا، ولا صحيح نجتهدوا ونجيبوا المعلومة، لكن كلام المدرب يعترف ضمنيا أنه كان مشكل وعائق في القيمة المالية اللي تكلمت عليها سابقا. قلت ممكن ربما تكون انتقال سعيد بن رحمة يكون ممكن العائق هو النادي نتاعو، القيمة المالية هي العائق الوحيد لنادي كريستال بالاس. ممكن ننتظروا نزيدو نشوفوا ايامات القادمة، ممكن يكون جديد، ممكن يكون تفاهم ولا صيغة يتفاهموا فيها بين نادي برنتفورد وكريستال بالاس، الله اعلم. اذا خوتي، قضية بن رحمة كل المؤشرات توحي بقرب رحيل اللاعب سعيد بن رحمة، خاصة لما نرى أنه قائمة النادي في مقابلة ويست بروميتش ألبيون كان غائب. أيضا اللاعب الإيراني المنتقل حديثا لنادي برنتفورد اللاعب سامان، هذا اللاعب الإيراني يعني يلعب نفس تقريبا المنصب ولا يشغل نفس المنصب نتاع سعيد بن رحمة، كما راه موضح في الصورة، يعني يلعب في الرواق مثل سعيد بن رحمة، متوسط ميدان هجومي. يعني كل المؤشرات توحي أنه سعيد بن رحمة راح يغادر نادي برنتفورد، نظرا لعديد من المعطيات اللي ذكرتها، من بينها دائما غايب في قوائم النادي نتاعو، دائما غايب في ثلاثة أو أربع مقابلات الأخيرة. شراء اللاعب سامان اللاعب الإيراني اللي تطرقنا ليه سابقا لما وضعنا الصورة تاعه في المنتدى، انه هذا اللاعب يشغل نفس منصب سعيد بن رحمة، يعني بنسبة كبيرة جدا نفس منصب سعيد بن رحمة، خاصة على الرواق الأيسر وسط الميدان الهجومي، يعني نفس المنصب المحبوب لدى سعيد بن رحمة. هذا ما يدل إلا انه سعيد بن رحمة راح بنسبة كبيرة يغادر نادي. تبقى نعاود نذكر ونقول أين الوجهة، الله أعلم. الشيء الآخر، قضية تشيلسي، نادي تشيلسي اللي تكلمنا درنا في المنتدى بالأمس، صورة إدوارد مندي بقميص نادي تشيلسي الحارس السنغالي، يعني صدقت الأخبار اللي قالت باللي إدوارد مندي راح يكون الحارس جديد لنادي تشيلسي. بقي فقط منصب واحد حسب الصحافة الإنجليزية اللي صدقت في قضية إدوارد مندي، بقي منصب واحد فقط ألا وهو وسط الميدان. وأغلب الأخبار اللي من إنجلترا تقول باللي المنصب هذا راح يكون للاعب نادي ويسهام ديكلان رايس، هذه آخر الأخبار، لا نعرف. المهم قضية انتقال سعيد بن رحمة لأحد الدوريات البريمير ليج يبقى مفتوح إلى غاية 5 أكتوبر نهاية الميركاتو بالنسبة للدوريات الأوروبية وخاصة الدوري الإنجليزي الممتاز. نتمنى التوفيق للاعب الدوري الجزائري سعيد بن رحمة. لاعب آخر اللي ارتبط اسمه بين الأمس واليوم هو نبيل بن طالب.
نبيل بن طالب لاعب نادي شالك 04 اللي اتكلم عليه من اتكلم عليه؟ تكلم عليه ألفريدو بيدولا. ألفريدو بيدولا اللي تكلمنا عليه سابقا على قضية فارس، هذا الصحفي يعتبر لوروا دو ميركاتو، يعني الملك التحويلات، هذا مهتم ومختص بالتحويلات ومارشي، يعني سوق الانتقالات اللاعبين. ألفريدو بيدولا الصحفي الإيطالي اللي اكتب في الموقع نتاعو ألفريدو بيدولا، نحن نخلوكم من بعد الروابط، تكلم وقال انه هدية جميلة لرانييري. رانييري هو مدرب نادي سامدوريا ومدرب سابق لرياض محرز في ليستر واسلام سليماني. ألفريدو بيدولا ايضا تكلم على، تطرق الى مشوار اللاعب بين توتنهام وشالكا ونيوكاسل، اذكرها في الموقع نتاعو ألفريدو بيدولا، تكلم انه ربما يكون نبيل بن طالب هو هدية جميلة لرانييري. موقع ايضا سامدوريا نيوز، وهو هذا الموقع قريب ومهتم ايضا باخبار نادي سامدوريا، ايضا اذكر اهتمام نادي سامدوريا ببن طالب لاعب شالكا 04. هذه ساعات عصيبة للغاية بالنسبة لسوق الانتقالات. اذكر نذكركم وش كتبوا في المقال في نادي موقع، عفوا موقع سامدوريا نيوز القريب لنادي سامدوريا. هذه ساعات عصيبة للغاية بالنسبة لسوق الانتقالات. أنباء على الاتفاق الذي توصل إليه بشأنه وصول أنطونيو كاندريفا، اللاعب هذا السابق لإنتر. كاندريفا، قد تكون هناك أخبار تتعلق بوسط الميدان المركزي وفقا لما ورده موقع ألفريدو بيدولا، يعني الموقع هذا يرجع الى ألفريدو بيدولا، يعني ألفريدو بيدولا هو المصدر الخبر والمعلومة. يتعامل نادي سامدوريا مع الجزائري بن طالب لاعب شالكا 04 الذي ينتهي عقده في سنة 2020، يعني كاين اهتمام بنادي سامدوريا باللاعب للتحديثات المنتظرة. اذا خلاصة القول على قضية نبيل بن طالب، نبيل بن طالب مجرد اهتمام نادي سامدوريا. ألفريدو بيدولا اللي جاب الخبر ما جابوش من وحي الخيال، او من يعني بعد ما اطلع وعرف انه المحيط نادي سامدوريا ولا بعض المقربين للصحفي ألفريدو بيدولا اعطوه معلومه انه نبيل بن طالب يدخل ضمن اهتمامات نادي سامدوريا. هل سوف نرى لاعب نبيل بن طالب في نادي سامدوريا؟ الله اعلم، تبقى مجرد يعني كلام صحافه وكلام بعض الصحفيين المجتهدين المعروفين بسوق الانتقالات، من بينهم ألفريدو بيدولا صحفي سبور ايطاليا، اللي معروفين قلت ونعاود بالاسرار وخبايا سوق الانتقالات في اوروبا وخاصه في ايطاليا. نتمنوا كل التوفيق لنبيل بن طالب. إذن ملتقانا مع مزيد من الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.